السلام عليكم. اليوم بغيت ندخل لكم واحد الحيلة، يعني جتني في بالي قلت من الأحسن نشاركها معكم، ألا وهي أنني بغيت ندير الكوتي دابا ديالي، يعني بغيت نعمر أتاي، لقيت البوطات سالات، يعني الصدمة الكبرى. ما يمكنش نبقى بلا كوتي، لهذا طاحت لي واحد الفكرة، أنا غادي نوريها لكم دابا. المهم غادي نشرب أتاي إن شاء الله. حيلة كما كتشوفوا هي هذه، هاد السخان ديال الكهرباء راه كيكون واقف هكا. انا نعستو تكيتو غير على واحد الكاس وحطيت عليه البراد يطيب، لان ما يمكنش نبقى بلا اتاي. كتشوفوا على الاقل غادي نبريكولي يعني ما نبقاش واقفه، وقلت نشارك معكم هذه الفكره، هذه ربما تنفعكم. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الفكره هذه. وبالنسبه لهذا انا نعطيكم نصيحه بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من الحساسيه بحالي، يعني خصوصا فصل الشتاء، البلاصه اللي كتنعسوا فيها. هذه نصيحه راه ماشي ديالي انا، ديال واحد الدكتوره عطات هذه النصيحه لولد اختي. بالنسبه لهذا السخان هذا ديال الكهرباء او ديال الغاز او المهم شي مدفاه، ننصحكم بها، لان هذه النصيحه يعني عطاتها دكتوره لاختي على ولدها، لانه عنده الحساسيه حتى هو. يعني قبل ما تنعسوا بواحد الساعه، خصوصا اللي عنده البروده في لا شومبر ديال النعاس، يعني في البيت ديال النعاس، من الاحسن ديروه واحد الساعه حدا يعني حدا الفراش ديالكم، باش كي يعني باش كيقتل ديك الحراره ديالو، كتقتل لي زكريان، خصوصا اللي عنده الحساسيه ديال لي زكريان. نتمنى يعني تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذه الفكره هذه، ونتمنى تتابعوني دائما، وما تنساوش اللايكات والشيرات، كاينه هاد الشيرات ولكن ديروها، يعني شاركوا الفيديوهات ديالي ان شاء الله مع صحابكم، باش يكون انتشار اكبر ويكون المردوديه اكبر، وان شاء الله يكون العطاء اكبر. نتلاقاو في فيديو اخر. بالسلامه عليكم.